حياكم الله إذا ما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قال البنك المركزي في العراق إن استمرار ظاهرة وجود موظفي بعض المصارف القرب من دوائر الجوازات والمرور الضريبية في مكاتب الاستنساخ لإصدار الصكوك الفارغة ما زال مستمرا. وأضاف البنك أن بعض هذه الصكوك تكون تحت يد أصحاب تلك المكاتب موقعة من المخولين على بياض، مؤكدا أن هذه الظاهرة تنافي ما وصفها قواعد العمل المنضبط وتسيء إلى سمعة المصرف الذي يزاول موظفوه هكذا أفعال، وتسيء أيضا إلى سمعة القطاع المصرفي عموما على حد قوله. قال مستشار الحكومة للشؤون المالية مظهر محمد صالح إن حواصل التجارات الصغيرة تشكل نحو 70% من إجمالي الوحدات الاستيرادية إلى السوق العراقية. أشار المستشار المالي إلى أن التجارات الصغيرة تحتاج وقتا للتكيف مع الآلية الجديدة بشأن نظام سويفت للحوالات المالية، مضيفا أن تكيف التجارة الصغيرة ودخولها المباشر إلى عالم التجارة الخارجية دفعة واحدة مسألة بحاجة إلى وقت على حد تعبيره. قالت اللجنة المالية النيابية إن سبب ارتباك السوق يعود إلى هلع وقلق المواطنين وما له من علاقة بسلوك المتبضعين الذي يشوبه نوع من الخوف حول مستقبل سعر الدينار أمام الدولار. وبيّنت اللجنة أن عدداً كبيراً من العملاء أوقفوا تعاملاتهم ما تسبب بظهور ركود اقتصادي في السوق، هذا وقد أدى انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار إلى خسائر كبيرة على تجار الجملة في العاصمة بغداد، حيث أكد التجار خسارتهم لملايين الدنانير. قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى إن هناك معوقات وأسبابا تعطل تنفيذ عقود أبرمتها الوزارة مع شركات عالمية بخصوص تطوير قطاع الطاقة. وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن السبب الأول للتعطيل هو أن صندوق النقد الدولي قد وضع على العراق لائحة وقائمة كبيرة من المحددات. أما السبب الثاني فهو تردد البنوك الدولية في تمويل تنفيذ تلك المشاريع، وبالتالي يجب حث تلك البنوك وتشجيعها على التمويل وتقديم التطمينات المناسبة لها. قال تقرير للأمم المتحدة إن النمو في غرب آسيا يتجه نحو التباطؤ خلال العام الحالي بسبب العوامل الخارجية الأقل ملائمة. وأظهر التقرير الذي نشره مركز الإعلام للأمم المتحدة في بيروت أظهر توقعاً بتباطؤ النمو إلى نحو 3.5% في العام الحالي و 3.4% في العام 2024، مشيراً إلى أن مجموعة من الدول المنتجة للنفط ساهمت إلى حد كبير في أداء النمو القوي العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن البلدان غير المنتجة للنفط في المنطقة عانت من التأثير السلبي لشروط التبادل التجاري الناجم عن الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية ما أثر سلباً على النمو. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.